ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد أبدا أبدا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه يا ربنا في الآخرين وصل عليه يا ربنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلاة ترضى بها عنا وترضيه بها عنا يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل سجودنا اللهم اجعلنا ممن صاموا رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن يقومون ليله إيمانا واحتسابا واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا يا رب العالمين اللهم أنت أرحم الراحمين وأنت أجود الأجودين وأنت أكرم الأكرمين وأنت رب العالمين اللهم فاغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك يا ربنا كلمتي الحق والدين وانصر دينك وكتابك وجندك وعبادك الموحدين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فدمره تدميرا واجعل تدميره تدميره يا رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله الله
السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.